لقد بحثت ووجدت إن الإسلام في القرن السابع عشر قد تحدث عن نظرية الانتقاء الطبيعي. في اللغة العربية نجد إن اسم محمد له عدة معاني، ومن أبرزها اسم مصطفى. ومعنى مصطفى في اللغة العربية المختار. الفكرة هي أنه منذ زمن آدم أول رجل على وجه الأرض، نجد أن الله اختار واصطفى أفضل خلقه في كل جيل من أجيال أبناء آدم، وهي نوعا ما نظرية الانتقاء الطبيعي جيلا بعد آخر إلى أن نصل إلى النهاية، حيث اختار الله الأفضل الأفضل الأفضل، وهو النبي محمد. الله اختاره ليعطيه كلمته، الكلمة الحق لله، وبالطبع اختاره ليكون النبي الذي يأتي للإنسانية بأفضل نبوءة على الإطلاق. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس مجرد دين وحسب كما يعتقد البعض عموما. الإسلام هو ثقافة تشمل كل شيء، ثقافة ترتكز في معظمها على النبوة، ثقافة ترتكز على منظومة قوانين، إنها في الأساس نظاما قانونيا، منظومة قوانين التي تشمل كل شيء، تشمل حياة الأفراد، تشمل حياة المجتمع، تشمل الدولة. هذا أولا. ثانيا، الإسلام هو دين عالمي. اليهودية هي ليست دينا عالميا مثل الإسلام. اليهودية هي فقط لشعب الله المختار ولا تخص غيرهم، واليهودية ليست موجهة لبقية العالم، هي فقط لبلد واحد وصغير، في حين إن الإسلام هو دين عالمي، وهو الدين الذي متصل بالعالم أجمع. بالنسبة لدين الإسلام، فالعالم كله هو عبارة عن دولة واحدة. في الصورة 61 آية 9 نجد هنا إن الله أرسل نبيه محمد بدينه الحق والرسالة الصحيحة وطريق الحق طريق الهدى، وهذا يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اليهود والنصارى يطلق عليهم في الإسلام أهل الكتاب، وهم من حرفوا كتبهم بأيديهم. That's why Allah had to send another. ولهذا السبب أرسل الله نبيا آخر. That should bring نبيا معاصرا. The last word of God and the only. وهذا النبي جاء بالكلمة الأخيرة لله والكلمة الوحيدة لله إلى الإنسانية. وهذا هو القرآن، لا شيء يمكن أن يعلو فوقه. ولهذا السبب فهذا الدين أي الإسلام خصص ليكون في القمة فوق كل شيء، ولا شيء يعلو عليه. بالعربية يقولون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.